ولعنوا أيضا بنو إسرائيل بسبب نقضهم المواثيق، كفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء. فبنو إسرائيل نقضوا المواثيق، الله عز وجل، انظروا إلى تمرد بني إسرائيل، الله عز وجل رفع الطور فوقهم، جبل الطور فوق بني إسرائيل، وأخذ عليهم الميثاق، فأعطوا الميثاق المولى سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل أن يهلكهم بأن رفع جبل الطور فوقهم، فأخذ عليهم الميثاق فأعطوا المولى مواثيقهم، ولكنهم نقضوا ذلك الميثاق. فبما نقضهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، استحقوا اللعن بنقضهم ميثاق الله عز وجل وكفرهم بآيات المولى سبحانه وتعالى، ومن ذلك كفرهم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قرعهم في الكتاب وقال لهم: ولا تكونوا أول كافر به، أي أن بني إسرائيل يفترض أن يكونوا هم أول من يسارع إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كون البشارة به عليه الصلاة والسلام في كتابهم، لكنهم أعرضوا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا الكثير من أنبياء بني إسرائيل، منهم يحيى عليه السلام، قتلوا يحيى عليه السلام، حاولوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ولكنهم فشلوا. الله عز وجل يخبرنا في سياق هذه الآيات: على الرغم من أنهم ظنوا وزعموا أنهم فعلا قتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام، إلا أن القرآن يخبرنا أنه شبه لهم وما قتلوه يقينا. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا قتله، حاول اليهود إلقاء حجر على النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان قريبا أو متكئا على بعض حصونهم، حاولوا إلقاء حجر عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه وحيا فتركهم أو غادر المكان قبل أن يكون ميعاد مغادرته عليه الصلاة والسلام. وهذا من عصمة الله عز وجل لنبيه: والله يعصمك من الناس. والقرآن الكريم خلد هذه الحادثة حينما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. فهذا ديدن بني إسرائيل على مر العصور، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف. بنو إسرائيل يعترفون أن قلوبهم غلف، هذا على مر التاريخ، يعترفون أنه لا يلج إلى قلوبهم من الحق، مهما أعطوك من العهود والمواثيق على لسانهم قلوبنا غلف. ولذلك شواهد كثيرة جدا جدا على نقض بني إسرائيل للعهود والمواثيق. جادلوا المولى سبحانه وتعالى عندما أمرهم المولى سبحانه وتعالى بأن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقالوا له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فإذا هذا هو شأن بني إسرائيل، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أيضا اتهموا مريم العذراء أم المسيح، اتهموها بارتكاب الفاحشة بعد أن أتت بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في سياق الآيات يذكر المولى
قوله وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه أيضا بنو إسرائيل، معروفون بالاتجار وأكل أموال الناس بالباطل وأخذ الربا.